اكتوبر هو يوم تصويت الانتخابات الرئاسيه بالنسبه للتونسيين داخل ارض الوطن. 4 5 6 اكتوبر جمعه وسبت وحد بالنسبه للجاليه التونسيه في الخارج. 14 سبتمبر تنطلق الحمله الانتخابيه. 5 اكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي. قبل ذلك طبعا فتره قبول الترشحات تنطلق نهار 29 جوليا وتمتد على اسبوع ثم 4 ايام للتصحيح والبث في تلك الترشيحات. الاجيال المعتاده في كل برنامج انتخابات رئاسيه كما اعتدنا منذ 2014 و2019 هي عندما تضع قواعد لا تنظر الى حالات خاصه، احنا اعطينا قواعد عامه ومجرده تنطبق على الجميع. وبطبيعه الحال خليني نكون واضح في هذا الموضوع، كل مترشح مهما كان يستجيب للشروط ويضلي بالوثائق كامله والتزكيات السليمه سوف يقبل. وكل مترشح يكون وثائقه ناقصه او تزكيته غير سليمه او لا تتوفر فيه بعض الشروط سوف يتم رفض ترشحه، لان المسائل الاجرائيه ايضا بتاع التعريف بالامضاء هناك قوانين في تونس تنظم هذه الاجراءات، ولكن خليني اكون واضح راهو الشكليات بتاع التعريف بالامضاء في مطلب الترشح وفي استماره التصريح على الشرف موجوده منذ 2014. وهي موجودة في حالة أن المترشح لا يتقدم شخصيا لهيئة الانتخابات لتقديم ترشحه معه، لأنه المنطق يقول إذا تقدم شخصيا فهو يعفى من تعريف الإمضاء، ولكن إذا يتعذر عليه الحضور يجب أن يعرف بإمضائه على مطلب الترشح على التصريح على الشرف. وطبعا يجب يكون ثم توكيل قانوني مبرم تبقى الصيغة القانونية، وفي تونس عندنا قوانين تنظم هذا الموضوع، توكيل لشخص يقدم هذا المطلب في حق المترشح. سوف نتثبت في كل ذلك، ولكن زاد باش يكون واضح اي اخلال او خلل شكلي في هذه الوثائق سوف يتم رفض الترشح. اهم حاجه نركزوا عليها راهو القرار ترتيب عدد 18 هو موجود من 2014 وتقع في 2019 وعاود تنقح تو. كي تشوفوا تو ما قيل اليوم بمقارنته مع القرار الساري المفعول راهو تغير في التفنيقات فقط اللي جابها الدستور اللي هي السن والجنسيه والحقوق المدنيه السياسيه. فما زاد دروس وصول جديده جابها القانون الانتخابي المرسوم 55 ل 23 اللي هما الفصل 161 163 اللي وضع موانع جديده للترشح، هذوما مش قاعدين يتحكوا عليه برشا وسائل الاعلام، لانه الموانع الجديده كل من تسلط عليه حكم يتعلق بتقديم عطايا نقديه او عينيه للناخبين، يعني ما يعرف برشوه الناخبين ويكون فما حكم راهو يحرم من الترشح تقريبا لعشر سنوات. ايضا كل من تسلط عليه حكم في التمويل الاجنبي او مجهول المصدر في فصل 163 يحرم من الترشح مدى الحياه، هذا موجود في القانون الانتخابي. الوثائق الاداريه في تونس لا يراي مش تبتدع وثيقه من خيال، الوثائق الاداريه التي تثبت نقاوه السوابق العدليه في هذه الاحكام هي البطاقه عدد 3، وهذاك علاش اشترطناها. ما ننساوش ايضا البطاقه عدد 3 راهو منذ 2022 سواء في الاستفتاء وفي الانتخابات التشريعيه وفي الانتخابات المحليه الا وكانت مشتركه في القانون الانتخابي. فمن حيث المنطق كيفاش نجم تقدر انه في انتخابات محليه وتشريعيه اشترطوا البطاقه عدد 3 وفي انتخابات رئاسيه لم نشترطوها؟ في اعتقادي هذه وثيقه جوهريه محوريه يجب اشتراكها. كان هناك ظاهره تدليس المادي للتزكيات، يعني مساله خطيره تمس من النزاهه وتمس الشفافيه، يعني يقوم مترشح بمحاكاه امضاء او تدوير امضاء ناخب على اساس انه قدم تزكيه، هذا موجود رفع. في ابحاث عدليه حاليا موجوده لدى الساده قضاه التحقيق. علاوه على ظاهره التلاعب والبيع والشراء في التزكيه، وصل الامر انه حتى هناك عمليه تحايل على الناخبين في وقت ما، يعني يعطيه على اساس يزكي في فلان يعني ما فماش اسم، ثم بعد ما جمع عدد كبير يعمر اسم اللي يحب عليه ويقدمه لمترشح اخر او يبيع تلك التزكيه. هذا كان موجود للامانه. احنا مش نقطعوا مع هذا. كيفاش نقطعوا مع هذا؟ اولا ما نصعبوش العمليه، مش تكون وثيقه موجوده على ذمه العموم ما فيهاش تعريف بالامضاء، ولكن فيها ضمانات. شنو هي الضمانات؟ مش يكون فما وثيقه تقدم للناخب مش قائمه، الوثيقه تحمل صوره المترشح واسمه، ما تنجم تخرج جنب الصوره والاسم، بحيث انه المواطن التونسي كيف يقدم له مترشح يحب ياخذ تزكيه مش يشوف التصويره بتاع المترشح واسمه، ما نجمش يتم التحايل عليه بتقديم تزكيه على بياع. حاجه الاولى فما الكيور كود، هذه مساله فنيه احنا باش نتاكدوا من انه الورقه هيك مش مدلفه، وفما بيانات ايضا يصعب انه توجد في قواعد بيانات اللي نجم يتم استغلالها مثل اسم الام، تاريخ الاصدار، يعني تكون وجوبيه موجوده. الاستماره اللي تم عرضها على سيادتكم كما تلاحظوا زاد فما خانه لهويه المكلف بتجميع التذكره، يعني السيد هذاك اللي مشى يجمع يلزم يحط اسمه واللقب نتاعو باش نعرفه، لانه المشكل
انه في صوره وقوع اشكال الكل يتفصى المترشح وكل كما في باليش ما نعرفش شكون جاب له التزكيه وما تلقاش ترستابيليتي نتاع شكون مشى للمواطن هذاك ودلف التزكيه. وهي ضمانات في تقديري ضمانات لتحقيق الشفافيه والنزاهه ماهيش صعيبه، الورقه متاحه في الادارات وفي الموقع ما فماش تعريف بالاملاء، ولكن زاد فما ضمانات الدنيا اللي احنا طالبينها اللي هي الصوره نتاع المترشح كيو كود، فما الهويه تكون مطبوعه في الورقه، ما فماش ورقه تزكيه بيضاء، لازم تلقى فيها اسم المترشح وفما بيانات ضروريه، اسم الام، تاريخ اصدار بطاقة التعريف، رقم بطاقة التعريف، الهويه، الامضاء، فما زاد بيانات تتعلق بالمكلف بتجميع التزكيه، باش كيف تصير اشكاليه بتاع شبه التدليس نعرف شكون السيد اللي جاب التزكيه هذيك ويتحمل المسؤوليه.